السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معانا فيديو جديد وخبر جديد، وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر بتاعنا، يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وفعلوا زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. انفجار جسم غريب قرب باب المراد بمنطقة القازمية في العاصمة بغداد مساء اليوم الخميس، والفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعة الحادث، حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد ضحايا كبير جدا ووجود عربات إسعاف كتيرة جدا بتشيل وبتنقل المصابين. طبعا الانفجار ده هو انفجار لجسم غريب في باب المراد بمنطقة القازمية في العاصمة بغداد، فربنا يا رب يكون معاهم ويكون مع اخواتنا في بغداد. يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا، بس ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير وفعلوا زر الجرس. يلا بينا نتفرج على باقي الفيديو مع بعض، بس لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش من اللايك يا احلى اخوات في الدنيا. وكمان ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في بغداد وفي العراق، ربنا يسترها معاهم يا رب، وربنا يرحم الوفيات او الضحايا، ربنا يجعلهم من الشهداء ان شاء الله. يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا ونشوف باقي الأحداث مع بعض.